صباح الخير لكل اللي بيتابعونا. معنا هوني بكيري، هي أول بطن بتخلفه، طبعا العجل الكبير. هي بكيري عمرها تقريبا السنتين. طبعا العجلات بسن الـ14 شهر تدخل اعشار، فمش هيك اقول لكم تقريبا عمره سنتين. هذا اول بطن لها، شوفوا معي. طبعا معروف عجول هولشتاين حجمه اكبر من العجول السيمنتال والشروليه وبقيه الانواع من الابقار. عظمه بيبقى ادخن اسمك، طبعا لحم تعطي اقل من باقي الابقار. تقريبا الهولشتاين بيعطي لحم الربع اكثر شوي، السمنتال الشرولي بيعطي اكثر من النص. يعني بنصح لكل شخص بده يشتري عجلي ليذبحها يستفيد من لحمها، ممكن يزيد شوية مصاري بعد بس بيربح كمية لحم اكثر. بنصح كل شخص انه يشتري، يروح على العجلات الأنيثة ما يروحش على الذكارة. العجلات الأنيثة دائما لحمتها أطرى من الذكر. طبعا هون كمان بتعلق بالعلف اللي انت بتعطيه للعجل او العجل. نحن هون معنا عجول هولشتاين، هذا عجل هولشتاين حجمه بيجي اكبر من العجول العادية او الابقار الاخرى. طبعا انا مش راح اخلي العجل هون، اسا راح اخذه معي واعطيه سرسوب واهتم فيه ونظفه منيح من الزليل اللي عليه موجود عليه، وأعقم له حبة السرة جيدة. وراح نبلش نعطيه أول 3 أيام حليب الأم أو السرسوب، من بعد 3 أيام ننقله على الحليب البديل لمدة شهرين. شهرين هو أو 60 يوم هو سن الفطام للعجول. طبعا أنا بحكي عن المزرعة اللي موجود فيها، في مزيرة أخرى بتفطم على الشهر ونص. مش محبذ الشي هذا، بس يمكن منشان يخففوا من الشغل عندهم أو الضغط الموجود عليهم. شكرا لكم أصدقائي، بطلب من كل اللي عم يشاهدوني يشتركوا بالقناة، يشغلوا الجرس ويحطوا لي لايك. تحياتي لكم.